اعتصام مفتوح بالفعل من هذه اللحظة لأن يخرج عن الزملاء. وأنا شخصيا أحضرت حقيبة ملابسي وباقي في هذا المكان وسأدير عملي أو القناة من هذا المكان إلى أن يفرج عنهم ويعتذر لهم من الإهانة التي حدثت على رؤوس الأشهاد عبر التلفزيون المصري بالضرب على الرؤوس وعلى الرقبة بهذا الشكل الحقير والمنحط والسافل. عاش كفاح الصحفيين، عاش كفاح الصحفيين، عاش نضال الإعلاميين، عاش نضال الإعلاميين. ضد المجلس الفاسد، ضد المجلس الفاسد، ضد المجلس الفاسد، ضد المجلس الفاسد، ضد العسكر المعتدين، ضد العسكر المعتدين. أتساءل ما بتردش عليا ليه بتحلل؟ لماذا هذه الهجمة الشرسة على الصحفيين والإعلاميين؟ هل هي رسالة يريد أن يقدمها المجلس العسكري إلينا أو يريد أن يرسل بها إلينا أن مبارك ما زال يحكم؟ هل هذه هي رسالة التي يريد أن يرسلها لنا؟ هذه الرسالة سامع. ونعلم أن مبارك ما زال يحكم بشكل أو بآخر، ولكن نحمل المشير والفريق عليه.